أن تعيش في الظلام لساعات أصبح أمراً اعتيادياً للأسف في بعض المجتمعات العربية، وكيف لا وقد أصبح وصول التيار الكهربائي للمنازل معضلة تواجه غالبية الدول العربية، خاصة تلك التي تشهد نزاعات وحروب أهلية أو أزمات اقتصادية. ومع ذلك فالدافع اليوم قوي للبحث عن حلول وبدائل قد تنهي الأزمة التي أرقت المواطنين. بداية دعونا نتابع هذا التقرير من السودان. هكذا تبدو حياة هذه المرأة السودانية في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في الخرطوم. على ضوء الشموع تكابد زينب عتمة الليل علها تتمكن من إعداد وجبة إفطار رمضاني لأسرتها. معاناة تقول إنها لا تطاق، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام. الكهرباء بتقطع من الساعة 9 للساعة 2، ده الفترة الصباحية. الفترة المسائية أحيانا بتقطع من 5 لحد 11:30، وأحيانا بتقطع بعد الفطور مباشرة من 6:30 ل 12:30. السلطات السودانية اضطرت مؤخرا لقطع الكهرباء عن أحياء في الخرطوم لساعات طويلة يوميا بسبب العجز في الإمداد الكهربائي، والذي يقدر بنحو 900 ميجاوات، وهو أمر استدعى ضرورة اللجوء إلى خيار الترشيد حسب تصريحات لمسؤولين. قطع التيار الكهربائي في ظل عدم وجود بدائل أو ارتفاع كلفة تشغيل المولدات سبب خسائر اقتصادية كبيرة لقطاعات صناعية وتجارية وخدمية. والله العظيم الفترة دي واجهنا خسارة، عندنا كبدة باظت، يعني عندنا لحمة باظت، ريحتها تغيرت، ما حنقدر نبيع على المواطن، عندنا جدعان. طيب عملت خسارات كثيرة، الكهرباء دي مشكلة. الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء قالت إنها تبذل جهودا مقدرة لإنهاء أزمة ترشيد الكهرباء خلال شهر رمضان، وأشارت إلى دخول شبكة الربط الكهربائي مع إثيوبيا بنحو 100 ميجاوات والبرج التركية في بورسودان ب 100 ميجاوات، بالإضافة إلى تشغيل بعض الماكينات الحرارية. ارتفاع أسعار الكهرباء والقطاعات المستمرة بتأثر كثير على الإنتاج في الاقتصاد، وربما تزيد تكلفة الإنتاج وتزيد التضخم في الإنتاج، وبالتالي يتراجع المستوى المعيشي للمواطن السوداني نتيجة الشح في مصادر الطاقة، الكهرباء تحديدا والقطاعات المستمرة. يقدر إنتاج السودان من الكهرباء بنحو 2800 ميجاوات من جملة 5000 ميجاوات تمثل حاجة البلاد الكلية، فجوة كبيرة سعت الحكومة لحلها مؤخرا مع كل من مصر وإثيوبيا من خلال ما يعرف باتفاق الربط الشبكي الذي يسهم في سد عجز الكهرباء. طبقت الحكومة السودانية نظام الدفع المسبق مقابل حصول الناس على الكهرباء في وقت رفعت أسعارها بنسبة فاقت 700% خلال الأشهر القليلة الماضية، ومع ذلك لم تتحسن خدمة الإمداد الكهربائي بعد. واقع تفاقمت معه ضائقة المعيشة التي يعاني الناس منها أصلا. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم. إذن هذا الوضع الذي شاهدناه هو الوضع في السودان اليوم فيما يتعلق بالكهرباء. أما في اليمن فأيضا تتواصل معاناة المواطنين في ظل أزمة الكهرباء المستمرة، هذه المرة بسبب الخلافات الحكومية وتأثيراتها على الأزمة. وحتى الآن لم يتم تقديم أي معالجات حقيقية لأزمة الكهرباء المركبة في عدن التي باتت تؤرق السكان بانقطاعاتها المتكررة والطويلة وتفاقم أيضا من معاناتهم. صيف حار ينتظر مدينة عدن على ما يبدو. ساعات انقطاع الكهرباء وصلت إلى 8 ساعات يوميا، الأمر الذي زاد من تفاقم الوضع المعيشي والصحي للسكان هناك. الكهرباء دائما متقطعة، وساعات اللي تكون شغالة قليلة جدا، وإحنا جايين الآن الحماء، فنتمنى من الناس المختصين في هذا الشيء أو الحكومة المختصة بهذا الشيء أنها تهتم بالناس. نطلب من الدولة أن تدعم الكهرباء لأنها يعني مهمة جدا للمواطنين، وخاصة المواطنين الذي ظروفهم صعبة، وخاصة في هذه الأزمة وهذه الظروف التي تعانيها الناس. يعني المواطنين بحاجة إلى الكهرباء، المواطنين البسطاء بسبب عدم قدرتهم لشراء المواطير وشراء الديزل.
في الصيف الماضي وصل حجم الطلب على الكهرباء في عدن إلى أكثر من 600 ميجاوات، وسط توقعات بأن يصل هذا العام إلى 700 ميجا، في ظل توليد متاح يصل إلى 200 ميجاوات في الوقت الراهن. فارق العجز بحسب مراقبين يبدو كبيراً ويتطلب جهوداً أكبر للتخفيف من الأزمة، أمر جعل المسؤولين يطلقون وعوداً بإشراك محطات جديدة لإنتاج الكهرباء لطمأنة الشارع. في وعود وفي أعمال وفي توجه سياسي حالياً بعدة مشاريع، أهمها عندنا في محطة الحسوة قلاية، تأهيل قلاية أحد الغلايات، وتأهيل التوربين الصيني بمعدل 60 ميجا وات، وشراء مقطرة جديدة. السبب الرئيس في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة في عدن وباقي المحافظات يرجعه مراقبون إلى إيقاف لجنة الرقابة على منحة الوقود السعودية لمخصصات الوقود على جميع محطات الكهرباء خاصة في عدن، جراء عدم دفع فروع الكهرباء لمستحقات المنحة بشكل منتظم، بالإضافة إلى الخلافات الحكومية التي زادت من تفاقم الأزمة دون أن تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من أعباء المواطنين. مجد الدين شكري، قناة الحرة. للمزيد ينضم إلينا الآن من بيروت مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية دكتور سامي نادر. أهلا بك وصباح الخير عليك دكتور سامي. يعني اليوم كما تابعنا عدة دول عربية تشهد حالة من الظلام الدامس، وحتى الدول التي يعني ليست بها مشكلة معقدة بهذا يعني وصلت إلى هذا الحد هي بها أزمة أخرى مستمرة فيما يتعلق بالكهرباء منذ عقود والبنية التحتية للكهرباء وما إلى ذلك، والمواطن العربي ما زال يتساءل إلى متى هذا الوضع في رأيك؟ أعتقد إلى حين الإتمام الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من أجل تأمين الكهرباء بشكل متواصل كما في سائر البلدان الطبيعية. يعني كما ذكرتم في التقرير هنالك مشكلة من حيث ضعف شبكة الكهرباء والبنى التحتية، أضيف على ذلك في الفترة الأخيرة ارتفاع هائل بأسعار المازوت المطلوب لتشغيل هذه المحركات، لأن معظم هذه البلدان تتكل بشكل أساسي على المولدات الخاصة، وذلك بسبب ضعف الشبكة على المستوى الوطني. لذلك هناك الشح في هذا المواد الأولية، شح في توفر مادة المازوت بسبب ارتفاع أسعارها. ارتفعت الأسعار بشكل كبير قبل الحرب الأوكرانية كنتيجة لتداعيات وباء كورونا وضرب سلاسل التوريد، وأتت حرب أوكرانيا لترفع أيضا أسعار الوقود، مما يعني جعل كلفة الكهرباء مرتفعة جدا وليست بمقدور معظم المواطنين في العالم العربي. دكتور سامي، نراها في اليمن، نراها في العراق، نراها في الأردن، نراها في لبنان. دعنا نفصل ربما في كل حالة على حدة، لأن ربما هناك عوامل عامة تشمل الجميع وهناك عوامل خاصة بكل حالة على حدة. لو نبدأ بالسودان، السودان يتجه اليوم إلى الطاقة المتجددة، بالتأكيد. في رأيك ما أهمية هذه الخطوة في مسيرة تنمية قطاع الطاقة النظيفة هناك؟ هذه خطوة مهمة جدا، يعني تطوير الطاقة النظيفة أو الطاقات البديلة خاصة في بلد مثل السودان وكافة البلدان العربية التي أنعم الله عليها بشمس على مدار السنة تقريبا، وبالتالي هذه بالتأكيد خطوة بالاتجاه الصحيح. ولكن لكي تنتشر شبكة البنى التحتية للطاقة
الطاقة البديلة، هذا يتطلب وقتا. ثانيا هذا لا يمكن أن يعني يحل كافة أو أن يسد كافة المطالب، يعني الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة لا يمكن أن تشغل القطاع الصناعي، ولكنها جدا مهمة في قطاع الزراعة الذي لا يتطلب هذا الكم من الكهرباء. وبالتالي بلد مثل السودان الزراعة تشكل ركن أساسي من اقتصاده، تطوير الطاقة البديلة هو خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن هذا أيضا يتطلب تمويل. وبالتالي التحدي الأساس اليوم هو توفير التمويل المطلوب لتطوير شبكة البنى التحتية. طيب حتى نتمكن من استكمال هذه الجولة، ماذا عن اليمن؟ هل بالفعل الخلافات الحكومية هي العائق الوحيد هناك لتحقيق أي تقدم في حل أزمة الكهرباء في اليمن؟ يعني بشكل كبير اليوم الخلافات السياسية وغياب أفق لتسوية سياسية، نعم هذا يشكل العائق الأساسي، لأنه السبب أيضا لاستشراء غياب الحوكمة وانتشار الفساد في الفترة الأخيرة، هذا يشكل عائقا. وبالرغم من المساعدات التي تتلقاها اليمن والمنح حتى في الفترة الأخيرة من دول قريبة لليمن مثل المملكة العربية السعودية، يعني ساهمت في سد الفجوة، ولكن من أجل إعادة بناء هذا القطاع يتطلب حد أدنى من الاستقرار السياسي لتشغيل وتنفيذ برامج تطوير شبكات البنى التحتية، وهذا يعني مستحيل في غياب الأفق أو الاستقرار السياسي، وبالتالي يعني هذا مشروط. طيب ابقى معنا دكتور سامي بينما نستكمل جولتنا هذه على بقية الدول العربية. بالطبع اليوم الحرب الروسية على أوكرانيا تترك أثرها أيضا على قطاع الكهرباء في لبنان هو الآخر، وحيث بدأت بالطبع العتمة تدق باب اللبنانيين بشكل ملحوظ أكثر مما سبق بسبب التقنين القاسي الذي تشهده معظم مدن ومناطق لبنان. نتابع هذا التقرير ونعود. في ظلام دامس يعيش اللبنانيون معظم يومياتهم، فالكهرباء نادرا ما تزورهم في شوارعهم التي يخيم عليها الظلام ليلا، أو في منازلهم الباردة من دون تدفئة ونور. متدين على الشمع، يعني إذا واحد عنده ختيار أو عنده مريض بالبيت أو عنده شيء بده يعتني فيه أو بده يقوم، يضطر يقوم الختيار على التواليت بالليل. إذا ما ضوينا الشمع ما فينا نقوم، أو بدنا نضوي بطارية تشريج مشرجينا، بنبقى سارقين سرقة من الكهرباء تنشرجها تنقدر نقضي الليل. المشهد لا يختلف نهارا، حيث تنقطع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات يوميا، ما يؤثر بشكل مباشر على كافة القطاعات. أثر علينا كثير بالأجبان والقلبان كبرادات، ما عم نقدر نعبيها، وكهربة الدولة ما عم تجي إلا ساعة أو ساعتين، فهيدا شيء أثر علينا كثير، ومكنات القهوة ما عم نقدر نشتغل عليها. في جبل لبنان كما في مناطق أخرى أطفئت مولدات الكهرباء البديلة على ضوء ارتفاع أسعار المازوت بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. 13 سنة صار لي بهذا الموقع، هلأ المازوت سعر المازوت ما عم بقديني لكفي شهري، بقى اضطرت أني فك المطارات وخلاص. يعني عندك 45% زيادة فيول بدك لتكفي شهرك. من جهتها وافقت الحكومة اللبنانية على خطة الكهرباء المقترحة من وزارة الطاقة في انتظار تمويل البنك الدولي. أنا ما عندي المعدل المحدد بالنسبة لساعات التغذية، بس مفروض تكون بين الساعتين والأربع ساعات، بس هلأ لأنه الوضع بالنسبة للشتاء والبرد عم بيكون عدد التغذية ساعاتها أقل، مفروض أنه نقدر نزيدهم بالغاز المصري بالفعل. وتؤكد وزارة الطاقة أن زيادة ساعات التغذية مرتبطة بوصول الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، شرط إعفاء الولايات المتحدة العملية من تداعيات قانون قيصر.
لم يعد الفرق كبيرا بين العاصمة ومناطق الأطراف، فالاثنان باتا سواسية أمام الحرمان من النور والتدفئة، فيما يقول المواطنون إنه وعود طال انتظار تحقيقها عشرات السنين من دون استجابة فعلية لأزمة الكهرباء المستمرة. من جبل لبنان، جوال الحجموسة، الحرة. أعود إليك إذن مرة أخرى دكتور سامي، في رأيك ما الذي يحتاجه لبنان لتجاوز هذه الأزمة يعني المعقدة، وبالطبع أزمة انقطاع الكهرباء بالتحديد، وكيف يمكن تجاوز العتمة كما يقال في ظل الأزمة الاقتصادية؟ يعني في لبنان أزمة الكهرباء هي أم الأزمات وأم المشاكل، وإصلاح الكهرباء هو إصلاح قطاع الكهرباء هو الإصلاح الأول المطلوب لإنقاذ لبنان من الأزمة المالية الاقتصادية الغير مسبوقة الذي يعيش، لأن قطاع المحروقات وقطاع الكهرباء كما كان هو مصدر التمويل الأساسي للأحزاب السياسية النافذة. الحل سهل جدا، يعني يكفي بناء معملين على إنتاج الغاز لا تفوق كلفتهم المليار دولار لكي تؤمن الكهرباء. حاجة لبنان لا تفوق 3500 ميجا وات سنويا، يعني بناء معملين فقط يمكنهما أن يحلا المشكلة. هذا إذن الحل بسيط على المستوى التقني، ولكن ما يحول دون هذا الحل هو النظام السياسي، نظام المحاصصة، الوجه الآخر للفساد. هنا للتذكير صرف على قطاع الكهرباء 40 مليار دولار، يعني دعم مصرف لبنان لقطاع المحروقات كلف فوق 15 مليار دولار للسنتين كانت هذه الأموال كافية لبناء يعني معامل تسمح للبنان بتصدير الطاقة إلى كافة الشرق الأوسط. إذن الحل متوفر، أولا بناء معامل جديدة، ثانيا أيضا بالنسبة للبنان تطوير شبكة الطاقات البديلة، وذلك لتأمين أولا يعني مواجهة تحديات التغيير المناخي، وثانيا هنالك مسألة الأمن الطاقة، هذا لم نتحدث عنه، هذه ضرورة بالنسبة لكافة بلدان الشرق الأوسط أن تعتمد على الطاقة البديلة كجزء من تأمين أمن الطاقة المطلوب لهذه البلدان. طيب دكتور سامي، إذا ما انتقلنا إلى العراق، اليوم في العراق هناك العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها والكثير من الوعود بحلول مباشرة ربما للمشكلة، سواء من خلال الشراكات مع الدول المجاورة أو من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها. إلى أين وصلت الآن هذه الجهود في ظل استمرار أزمة الكهرباء؟ أولا بالنسبة للعراق، الأزمة مشابهة نوعا ما لما يحدث في لبنان، هنالك مسألة فساد، هنالك اتكال على المولدات الخاصة لتأمين ضعف الشبكة التحتية، هذه المواد الخاصة تعتمد على المازوت بشكل أساسي، ورغم أن العراق من أكبر الدول المصدرة للنفط ولكن ليست لديه المحطات التكرير، أو محطات التكرير لم يتم إعادة تأهيلها لكي تؤمن للعراق حاجاته. لذلك يعني في الفترة الأخيرة كان العراق يستورد من إيران، وهنالك اليوم جهود لاستيراد الطاقة من تركيا، ولكن هذا الاستيراد من إيران هنالك عقبات سياسية متعلقة بالعقوبات المفروضة على إيران تم تجاوزها ولكن بشق الوقت خلال الفترة الأخيرة. أما استجرار الطاقة من تركيا، هذا أيضا يصطدم بالجدار السياسي إنجاز التعبير، يعني اليوم هنالك أزمة حكم في إيران، يعني حتى لم يتمكنوا من انتخاب رئيس جمهورية، ما زالت الأمور عالقة على مستوى الانسداد السياسي الحاصل، وذلك بالنسبة لإكتشاف العراق على الصراع في الإقليم. شكرا جزيلا لك
مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر، شكرا جزيلا لك.